Lord of the Rings أو سيد الخواتم واحدة من أشهر الروايات العالمية، ترجمت إلى أكثر من 25 لغة حول العالم، وبيع منها أكثر من 100 مليون نسخة لتصبح ثالث أكثر الكتب مبيعاً في العالم. كما أنتجت سينمائياً في فيلم تربع على عرش المشاهدات السينمائية وحاز جائزة الأوسكار. فهل تعرف أن هذه الرواية نتاج للقصص التي كان الكاتب يحكيها لأطفاله قبل النوم؟ تعرف على حكاية كتاب سيد الخواتم ومؤلفه جون آر تولكين في حلقة جديدة من كاتب وكتاب. ولد جون رونالد رويل تولكين في 3 يناير عام 1892، وتوفي والده. كما ساعدته فترة مشاركته في الحرب العالمية على كتابة مشاعر الشخصيات أثناء المعارك في الرواية، وقد بيع منها أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم. كما تم إنتاج سلسلة سيد الخواتم ضمن سلسلة من الأفلام السينمائية التي حازت شعبية جماهيرية عالية، من إخراج بيتر جاكسون وبطولة السير إيان ميكلين وكيت بلانشيت. كما قام المخرج جاكسون بإخراج سلسلة الهوبيت ضمن ثلاثية سينمائية، وهي من بطولة مارتن فيرمان، حيث عرض الجزء الأول منها في أواخر عام 2012. لم تقتصر موهبة تولكين الإبداعية على الكتابة، بل كان رساما بارعا أيضا منذ نعومة أظفاره، وقد رسم خرائط للأراضي التي حدثت فيها حكايته، كما رسم العديد من القصص لأبنائه وكان يبعث بها إلى أطفاله كهدايا للكريسماس. وعلى الرغم من أنه قد اعتبر نفسه مجرد هاون، فإن الناشر استخدم الخرائط والرسومات التوضيحية كلها على غلاف الطبعات الأولى من الهوبيت، كما جمعت الكثير من أعماله الفنية ونشرت في عام 1995. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.